تفضل يا أخي، اجلس لترتاح من سفرك. أعرف لأي حد ترغب بمعرفة الخبر. إذن هل رأيته؟ لقد رأيت النبي الجديد يدعو لمكارم الأخلاق ويقول كلاما مهو بشعر. وماذا يقول الناس عنه؟ يقولون ساحر وكاهن وشاعر. والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة. أفهم مدى اشتياقك لهذا النبي، فأنت لم تكن يوما تؤمن بآلهتنا، ولا طالما رددت أنك تؤمن بإله واحد لست تعرفه. اليوم مع وجود رجل يقول بما تقول، لا بد لك أن تلتقيه. نعم، لقد قلت فأحسنت. هل تهتم بعيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ بالطبع يا أخي، لا تقلق بشأنهم، ولكن كن من أهل مكة على حذر، لأن الرجل محارب هناك، فإذا علموا أنك جئته ربما قتلوك. لا تقلق، هل نسيت أني أشجع رجل في غفار؟ سأحاول الاستماع لما يقول الناس حتى أصل إلي. اقترب علي رضي الله عنه وعرف أنه غريب، فقال له: هلم إلينا أيها الرجل. لست أدري إن كان علي ممن تبع النبي الجديد أم لا، أخشى أن أسأله فيشي بي عند مشركي قريش. عاد علي رضي الله عنه وقال: أما آن للرجل أن يدل عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما هذا؟ كيف يجرؤ هذا الرجل الغريب على نصرة محمد؟ توقفوا! توقفوا! العباس، ماذا يريد؟ توقفوا! ويلكم! ويلكم! أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ شكرا لك، لقد عرفت كيف تتمكن من إبعادهم، فأكثر ما تخاف عليه قريش هو سلامة قوافلها. لا بأس، هل أنت بخير؟ لم أكن يوما أفضل حالا من الآن، كانت لي حاجة في نفسي فقضيتها. الآن نفذ وصية النبي، الحق بقومك وأخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. أسأل الله أن يعينني على ذلك. إنني في شوق كبير للقاء حبيبي رسول الله. وأنا كذلك، لم أكن أظن أنك ستعود لرسول الله ومعك كل هؤلاء وقد أسلموا. الحمد لله، الحمد لله، فمعظم غفار قد أسلمت، وكذلك قبيلة أسلم. انظر انظر، ها قد جاء رسول الله. فوقف النبي الكريم محياً قبيلة غفار بقوله: غفار، غفر الله لها. وحيا أسلم بقوله: أسلم، سالمها الله. ثم نظر النبي الكريم لأبي ذر
بفخر فقال له: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. انظر، لقد تخلف عدد من المسلمين هذه المرة أيضا. نعم، الكثير مثلك يستاء من تخلف البعض، وقد أخبروا النبي بمن تخلف. حقا؟ وماذا قال؟ كان كلما قيل له فلان تخلف يقول: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. أجل، هذا صحيح. المهم أن تكون عزيمتنا قوية، فسوف ننتصر حتى لو كنا قلة. ولكن أبا ذر تخلف، وحين أبلغ رسول الله بذلك صمت كارها. ولكن لم يسبق لأبي ذر أن تخلف عن غزوة أو سرية، حتى في وقت السلم لم يكن يفارق رسول الله ويقوم على خدمته طوال النهار. بلى، لقد لاحظت أنا كذلك أن... انظر، يبدو أن هناك رجلا يمشي وحده. سأخبر رسول الله بذلك. إذن ماذا قال رسول الله؟ لقد نظر للرجل وقال: كن أبا ذر. ألهذه الدرجة يتمنى النبي حضوره؟ إن أبا ذر ليس رجلا عاديا، هو وحده يساوي أمة كاملة بثباته وقوة إيمانه. أجل، هو والله أبو ذر. تعال معي نتلقاه، إنه يبدو متعبا. دعني أساعدك. تفضل، اشرب قليلا من الماء. الحمد لله، شكرا لك. أين كنت يا أبا ذر؟ ظننا أنك قد تخلفت. معاذ الله، لقد أبطأ بعيري، وخشيت أن تسبقوني فتركته، وحملت متاعي وسرت إليكم. ألهذا الحد تحرص على طاعة رسول الله؟ يا أبا ذر، أنت بالفعل تستحق أن تحمل راية قبيلتك كما أمر النبي. سأذهب لأبشر رسول الله بقدومك. لقد كان يتمنى حضورك ويترقبك. فتنبأ نبينا الكريم مستبشرا بقدوم أبي ذر قائلا: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده